بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حنان مصطفى. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنخلص بقى آخر محاضرة في ورشة آداب الزيارة من مجموعة زاد. تمام، مجموعة زاد اللي عاملاها زي ما قلنا. هنبدأ بقى نجمع المشروع بتاعنا عشان نخرجه بشكله النهائي. طيب، أولا دي الكومبوزيشن الأولانية، ودي التانية أو السين الأولانية والسين التانية. عايزين نجيب بقية السينز اللي احنا عملناها. شوف كده، فين سين رقم 3 اهي، دي هنجيبها نحطها ورا دي ورا دي كده بالشكل ده. دي تخلص، التانية تظهر بالشكل ده. بس طبعا يجي كده ماشي. رقم 4 كده، تمام. رقم 5 بنحط كل السينز اللي احنا عملناها ورا بعض بالشكل ده زي سيكونس. عارفين طبعا انتوا موضوع سيكونس لايرز كده. تمام، طبعا كل الحاجات اللي باقية في المشاهد دي طبعا انتوا عملتوها. يعني فين رقم 6 6 6؟ ناخد ده كده وراه بالظبط. بصوا، لما بيبقى فيه يعني السين الاولاني او الكومبوزيشن دي جاية متقاطعة مع الكومبوزيشن التانية دي، بنسميها ايه؟ يعني معمول لهم زي اوفرلاب كده. ماشي، تمام. انا بجمعها كده، مجرد بس ان انا بجمعها، ونشوف بعد كده شكله النهائي. دي 6 فين رقم 7 اهي، 7 نحطها تحت 6 هنا. كده تمام. بعد كده رقم 8 فين؟ طيب، 8 مش موجودة، خلاص نجيبها من نعمل import file، نجيب السين رقم 8 سين رقم 8 فين اهي، نختارها composition retain layer size، ونقول له import. تمام، جاب لي اهي سين رقم 8، بحطها هنا تحت 7. لا، تحت 7 مش تحت ال background. اوكي كده تمام. هي بس عايزة تطلع لبره سنة صغيرة. ماشي، تمام. بعد كده هنجيب سين رقم 9 الأخيرة بقى، اللي هي دي. تمام، بالشكل ده كده. طيب، نيجي بقى نشوف الانيميشن فين. هنا ادي ال الفيديو نفسه،
هنشوف بقى كده من الأول خالص النقلات عشان نبدأ نعملها واحدة واحدة. طبعا أول واحد بصوا جاي ازاي، جاي من بره لجوه، فبالتالي هنيجي هنا الأول سينز خالص دي هنخليها تيجي من بره لجوه، فهنقول بي بوزيشن خلاص، وهي أصلا كانت بره تمام في الإكس كده، نطلعها بره تمام الشكل ده، ونسجل ونمشي مثلا نقول 5 فريم، ادي 1 2 3 4 5، او نمشي 10 فريم شيفت مع بيتش داون خلاص. نيجي بس نفتح دي كده شوية تمام، واجيبها تاني لقدام برضو من الاكس كده، عايز امشي بشكل سريع ادوس شيفت واسحب كده، هتمشي بشكل اسرع شوية تمام اهي بالشكل ده كده تمام. كده هي سريعة جدا، فممكن اخليها عند 15 فريم تمام. نرجع بس كده شوية واجيب دي والاتنين مع بعض ايزي ايز، واخليها تبقى يعني تيجي بس كده سنة، مش لازم اجيبها على الاخرة. طيب نشوف كده ماشي تمام. طيب وبعد كده هنيجي نشوف السين اللي بعدها، تمام بالشكل ده. طيب هنا بس السين اللي بعدها جاية بقى ازاي، جاية طبعا دي في حاجات طبعا انتوا اصلا عملتوها، اللي هي الايه الحاجات اللي بتظهر هنا دي احنا عرفنا خلاص هتتعمل ازاي. دي بتنزل ودي بتيجي كده. طيب دي مفروض هنا، نوسع دي كده شوية، هنثبت بقى البوزيشن بتاعنا. ثبت البوزيشن ازاي، نقول له يو الاول عشان نجيب الكي فريم الانيميتد، واسجل ان احط هنا من هنا كي فريم كده، انا بثبت الكي فريم يعني بحط نفس الكي فريم اللي قبله ده. يا اما نعملها تاني، يا اما ده انا عايزه اكرر نفس القيمه دي، يعني القيمه دي كانت عند كام، 932 ماشي. طيب انا عايزه قيمه 932 دي في الاكس هي تبقى هنا بعد شويه، يعني عايزه اعمل نفس الكي فريم ده هنا. لما بكرر نفس الكي فريم ده يعني لما بكرر نفس الكي فريم بنفس القيمه بسميه هولد كي فريم ماشي. طيب يا اما اعمل بقى كنترول سي كنترول في هنا، اهو خدت نفس القيمة انا واقفة عليه نفس القيمة، او ان انا بحط نفس القيمة من هنا بقول له add or remove current frame ماشي كده. يعني اما اعمل كنترول سي كنترول في في نفس المكان اللي واقفة فيه او اللي انا واقف فيه بالمؤشر كده في الـ CTI، يا اما احط اضيف من هنا كي فريم هيديني نفس الكي فريم اللي قبل اللي هو ده ماشي كده، عشان بس ايه تبقوا عارفين. طيب وبعد كده المفروض دي هتنزل لتحت، المفروض دي هتنزل لتحت والتانيين هيطلعوا لفوق تمام. هنا كده دي تبقى في الواي بقى، ننزل بيها لتحت بالشكل ده والتانية هتطلع كده. يعني نشوف طيب هي هنا اولا دي عايزة تقرب من دي كده شوية، ودي عايزة تيجي كده، لان دول الاتنين في تقابل، يعني واحدة بتنزل والتانية بتطلع، يبقى دي عايزة تيجي كده شوية. ايوه بالظبط تمام. طيب نشوف الباقي، دي كده خلاص احنا بس بنجمع عشان تعرفوا التجميع بتبقى عامله ازاي. دي السينز كلها بتخرج بره وبتيجي السينز اللي بعدها، يعني رقم 2 دي كده اولا هنثبت برضو فيها، هنجيب البوزيشن والبوزيشن هيبقى هنا كده، هنقول له هنا مثلا هنثبت البوزيشن بتاعنا لحد هنا تمام، نحط كي فريم نفس الكي فريم ده
ماشي. وبعد كده هنا، هنا دي طبعا تبقى جاية من بره، اللي هي دي تمام. دي خرجت الناحية اليمين، فبالتالي عاملها كده. ماشي. والتانية، والتانية هتيجي المفروض، المفروض هتيجي تمام بالظبط كده. يعني المفروض هتيجي من بره، دي ممكن تيجي كده، بس هي بتيجي من بره لجوه. يعني ايه بتيجي من بره لجوه؟ يعني هنعمل لها برضو بي بوزيشن. هنثبت هنا وضعها بالشكل ده، بس هندخل ده كده شوية صغيرين قوي. ماشي. وفي الاول خالص هي اصلا هتكون مش موجودة في المشهد، تطلع لبره. ايوه كده. ماشي بالشكل ده. دول ايزي ايز برضو، وده نفس الكلام. شوف كده. طيب بعد كده طيب دي بقى بيحصل فيها ايه؟ دي اولا المفروض دي بتيجي الناحية دي ودي بتيجي الناحية دي، يبقى لازم انا اخش جوه السين نفسها عشان اعمل الحكاية دي. دوت هيجي هنا كده في الاخر خالص. ماشي. واقول له بي بوزيشن برضو. تمام. عايز اجي في الاول هنا احط كي فريم، هو هو نفس الكي فريم. اجي هنا في الاخر ده هيجي هيطلع لبره بالشكل ده كده. تمام. وكلمة الله برضو نفس الحكاية، كلمة الله برضو نفس الحكاية. يبقى هجيب هنا برضو بي بوزيشن، ثبت عند هنا برضو، هثبت كي فريم تاني واروح اخلي ده برضو يخرج. لا ده الشيب، سوري معلش، ده الشيب. آه كلمة الله هي كومبوزيشن، اقول له بي بوزيشن برضو هنا. ثبت ده، بعد كده نخليه يخرج لبره بالاكس كده. تمام. دلوقتي لو جينا شفنا اهي كده. ايوه تمام. ايوه في اثناء ما دول كده بيطلعوا بره، دي هنقربها ندخلها كده بالظبط، تبقى بالشكل ده. تمام كده يا شباب. طيب ده كده بالنسبة لسين رقم 4، هنقفل دي. طيب بعد كده دي هتطلع ازاي؟ دي هتخرج، دي هتخرج الناحية دي، فبالتالي هعمل لها بي بوزيشن برضو. هنثبت ده نخليه يجي في الاول هنا. ماشي. وهنا كده قبل ما تخلص بشوية صغيرة هاجي اثبت الكي فريم ده، وبعد كده هنا اخليها تطلع لبره في الاكس بالشكل ده. ماشي. بعد كده هتخش الايه السين التانية هنا المنظر ده كده، دي تطلع تمام كده بالشكل ده. ماشي. هنشوف بعد كده لما تخلص. طبعا الحاجات التانية انتوا هتكملوها، يعني الحاجات السبلاش والكلام ده كله والكلام ده، التكست دي انتوا هتعملوها. بالمناسبة الملفات الالستريتور في المشهد ده او في الورشة دي كلها ان شاء الله هتلاقوها مرفوعة عندكم. فاللي مش حابب يرسم او مش عايز يشتغل الورشة دي عشان مش عايز يرسم، هيلاقي كل الملفات جاهزة ما عليه الا ان هو بس يحرك ويعمل انيميشن وبس. ماشي. طيب دي بترجع تاني زي ما ابتدت. يعني ايه؟
يعني دي بصوا البداية بتاعتها كانت فين، كانت بتعمل ايه. طيب بترجع تاني، فبالتالي انا لازم ادخل جوه وهنا نشوف اليو بتاعتهم، ونفتح بس دي كده شوية. تمام، عايزة اخد الكيفرينات دي، يعني انهي بقى لير؟ بس هنا في الفيو شو كنترولر، لا انا مش عايزة دول، دول ماشي مش مشكلة، انا عايزة ده دول. ايوه طيب، هو انا لو جيت ده دوت ال لو انا جيت خدت الكي فريم بتوع، جيت خدت الكي فريم بتوع الروتيشن كنترول سي، تمام، وحطيتهم هنا كده كنترول في، ده الايد دي، لا انا مش عايزه الايد دي، كنترول زد. تمام، انا عايزه الدوران بتاع الهاند، ايوه دي الهاند ده البوزيشن، والدوران بتاع الهاند دي ده كده كنترول سي، واحطه هنا وانا واقفه على الكرنت تايم انديكيتور واقول له كنترول في. تمام، طيب عملها لي ازاي، او عملها لي نفس الايه، نفس الحركه تاني كده، وقفت وبعد كده رجعت تاني بالشكل ده. طيب هنا هاخد دول برضو بتوع الايد التانية اقول له كنترول سي، وهنا كنترول في. ليه؟ عشان انا عايزة ارجع بنفس الحركة تاني اللي انا عملتها. طبعا هنا في مشكلة، ايه هي؟ ان انا ما ثبتش الايه، الكي فريم. طيب هنرجع كنترول زد تاني، لازم تستفيدوا من الاخطاء دي، ماشي. هنا انا لازم اثبت دول اول خلاص، وبعد كده هنا اجي اخد كي فريم بقى انهي اللي هو الاولاني ده، كنترول سي كنترول سي، معلش جاف هنا، واقول له كنترول في كده بقى، مش هيعملي نفس الحركة اللي ايه اللي شفتوها من شوية. تمام، تعالوا بقى نيجي نعمل نفس الحركة دي هنا في الايه، في اللير الاخير ده. هنا بثبت دول، بثبت الايه، الكي فريم دول. طيب واجي هنا في الاخر اخد اول كي فريم اللي هو كان على كام، -90، والايه والبوزيشن ده. طيب عايز اخد دول كنترول سي، وامشي كده بالمؤشر لحد لحد الاخر، واقول له كنترول في خلاص. يبقى انا كده عملت ايه، انا كده خدت نفس الحركة بتاعت أول كفرين خلاص، عشان أرجع تاني بالإيه، بنفس الحركة بتاعتي اللي ابتدت. أيوة بالظبط، تمام. طب تمام، دول الأيكونز دي طبعا مش هتفضل يعني موجودة كده، لا لازم إيه، لازم هي كمان تتغير. بس هنا معمولة إزاي، عشان بس نبقى برضو رجعت تاني ولا إيه، شوفها كده، لا هي اتاخدت معاها، يعني اتاخدت معاها. طيب هنثبت دول برضو كده، ونعمل دي برضو في ال شيفت مع الار، ودي برضو شيفت مع ار، ودي برضو شيفت مع ار. اولا الار دي هنسجلها كده، بس هنجيبهم دول، جيبهم هنا مع دي، ماشي. طيب وبعدين عايزين، بس انتم ملاحظين ان الانكور بتاعتهم فين، الانكور بتاعتهم هنا، فبالتالي انا لو خليتهم يلفوا كده، بصوا هيعملوا ازاي، مش مظبوطين، فبالتالي مش هتبقى ار، معلش هي مش هتبقى ار كده. احنا هنشيل الكي فريم بتاع الايه، الار دي هتبقى بي بوزيشن،
بي بوزيشن، هنسجل التلاتة دول نخليهم هنا خلاص، وهناخد دول كده عارفين انا بعمل ايه دلوقتي. ده مسار الحركة، بعمل شبه انحناء شوية ماشي كده. هنشوف كده في الاول خالص، هل المفروض يمشوا مع الايد؟ ماشي يعني، دي بس عايزة ظابطة مش اكتر من كده. كل الحاجات دي يعني تخلوا بالكم منها، والاخطاء اللي احنا بنقع فيها دي خلي بالكم منها وانتوا بتشتغلوا. طيب كده خلاص خلصنا ده، تمام كده، ده كده انتهينا منه خلاص. ده سين رقم كام؟ سين رقم 5. شوف السين رقم 6، دي هتيجي كده شوية نشوف بعد كده في ايه بعديها، اللي هي السين دي بقى جت ازاي، عايزين نشوف دخلت المشهد ازاي. طيب هي معمول لها سكيل، ماشي معمول لها سكيل، نشوف بقى رقم 6 ده، دي لا في سين، مش دي رقم 6، مش دي، في حاجة تانية، في واحدة هنا مش موجودة. في واحدة هنا مش موجودة، اللي هي رقم كام؟ 3 دي ايه؟ في هنا حاجة مش موجودة، اللي هي طيب في حاجة هنا مش موجودة ماشي نجيبها مفيش مشكلة. نفتح بس كده، نعمل import اللي هو ده هيتحط هنا في المشهد بعد رقم 5 خلاص، عشان بس يا جماعة ايه ناخد بالنا كويس قوي من الحاجات اللي ايه اللي احنا بنغلط فيها دي. ماشي بعد ده كده ايوه ده. طب دي بقى نفتحها، دي اولا عارفه شو لاير كنترولر ده بيختفي ليه انا مش فاهمه. ده عايزين نخلي الانكور بوينت تحت، فبالتالي اجيب بس هنا الموشن تو اي حد وانزل ده تحت كده، واخلي ده دي خليها زي ما هي، التانية دي هنخليها تحت. ليه؟ عشان هو هنا بيعمل السكيل، تحس ان السكيل جاي من، بصوا جاي منين، جاي من تحت، يعني الانكور بوينت هي المتحكمة طبعا في السكيل. بصوا جاي منين، مش جاي من النص، واخدين بالكم مش جاي من النص. تمام يعني ده وده الاتنين دول كده، قول له اس سكيل. لو جينا هنا خلينا نسجل الاتنين دول ونخليه في الاول بصفر، هما الاتنين تمام هيبقوا بالشكل ده، بس هما جايين مع بعض، بس التانية مش جاية، مش جايين مع بعض، فبالتالي ياخد واحدة اخرها شوية ايوه عن اختها بالشكل ده. طبعا ده برضو هيتعمل نفس الحكاية، ممكن يكون الانكور بتاعته من تحت بس مش من تحت، لا هنخليها في النص تمام، وهنخليها برضو نتعمل لها سكيل، سكيل كده ماشي. طبعا الحاجات دي انتوا هتبقوا تكملوها فيما بعد.
طيب بس هنا هنا اعتقد ان هم ايه، وهو بيختفي كده يعني، هنا وهو بيختفي ده كده، ده المفروض يدخل يبقى يبدأ يظهر بالشكل ده كده، تمام. طيب في بعد كده ايه، انهي سين ايوه، سين رقم 6 اللي هو قبالة الباب ده، سين رقم 6 هنجيب بقى الأخ ده، تمام، ويبدأ طبعا كده جايين على بعض، فما ينفعش، عايزين نبعدهم شوية، مش عايزين يبقى فيهم اوفرلاب خالص. طيب ده جه ازاي، جاي ازاي، نشوف ده جاي من تحت، تمام، يبقى ده. طب انتم ملاحظين انه في الحركة بتاعت الكاركتر في اول الكومبوزيشن اللي هو ده، نقول له يو عشان يجيب بس الايه كاركتر، بعد بس شوية كده حركة عشان نأخرها، عشان احنا لسه هنطلع من ايه، هنطلع من تحت لفوق، فبالتالي اقف على دي واقول له بي بوزيشن، خلاص. طيب بي بوزيشن دي انا هثبت الحركة في وضعها او هثبت الوضع ده كده، بس هأخره شوية هنا واخلي دي تنزل لتحت في البداية في الاول كده، بس طبعا دي لازم تيجي كده، دي تختفي، دي تختفي، ودي تبدأ تطلع بالشكل ده، وتبقى الحركة ماشية الطريقة دي كده. طيب نجيب الباقي ونشوف الباقي. طيب هنا هنا هنجيب رقم 7 اللي هي دي، نجيبها هنا كده، هي جاية ازاي، دي جاية لبرا يعني، دي بقى دي، شوف برضو اليو بتاعتها، اولا هنا عايزين نثبت البوزيشن ده، وهنا عايزين يطلع في الاكس، يطلع لبرا بالشكل ده كده، هيطلع لبرا ويجي الايه السين التانية المنظر ده. طيب عشان بس ما نأخرش نص ساعة، ماشي. طيب بعد كده طبعا دي خلاص عملناها، هتخرج ازاي بقى، ده هيطلع لبره وهتيجي وتظهر العدسة دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. طيب هيطلع لبره ازاي، او هيخرج المشهد ده هيخرج ازاي، هيطلع برضو كده، فبالتالي ده هنثبت هنا بي بوزيشن اللي هو 7 قصدي مش 8، بي بوزيشن نسجل كده، وهنا نثبت البوزيشن، نروح عاملين دي كده نخليها تطلع لبره بالشكل ده، وهيظهر التاني ده كده، ايوه هو بيطلع لبره كده، هو بس عايز يتأخر سنة بسيطة، هو بيطلع لبره كده، ماشي كده، هو بيطلع لبره، دول بيظهروا. طيب دول بيظهروا ازاي بقى كده، تمام ماشي، وبعد كده دول بيخرجوا من المشهد خالص، وبيبدأ يظهر المشهد اللي بعد كده. طيب يعني ده كده في الآخر هنا، دول المفروض نخش في السين رقم 8 دي، وهنا هنشوف الكاركتر ده فين، الكاركتر ده
نقول له بي بوزيشن، والكاركتر ده برضو بي بوزيشن. خلاص هنخليه مثلا عند هنا عند 7، ماشي، واعمل له بوزيشن كده، سجله البوزيشن. وهنا عند 9 هنثبت بوزيشن لده ولده، وفي الاخر هنا خالص اخلي دوت يروح يمين، اللي هو ده يروح يمين كده، واخلي دوت يروح شمال بالشكل ده كده، ماشي تمام خلاص، هيبقى كده بالشكل ده. طيب هنا المفروض هتظهر الكنبة صح، ويظهر عليها واحد من دول. طيب ده بقى هيظهر ازاي؟ يعني هو كده دول بيطلعوا بره ودول الكنبة بتظهر. فبالتالي انا ممكن بقى ايه، السين رقم 9 دي، السين رقم 9 دي اللي هي دي، طيب دي هنأجلها شوية. انا عايزة اجيب اللي هو من اي حد، من اي حاجة فيهم، من اي سين فيهم، انا عايزة اجيب الايه اللي هو الكنبة، اي سين ايوه اهي احطها. بس بقول لكم ايه، اخليها هنا، اخليها في السين رقم 8، احطها هنا خلاص اهي، كنبة اهي ماشي تمام. بس الكنبة دي اولا هي مش هتبقى ظاهرة من بداية الموفي كده، مش هتبقى ظاهرة من هنا تمام، تبقى كده. طيب اولا الانكور بتاعتها هتبقى تحت، ليه؟ عشان هنا بصوا جاية ازاي، ده كده بيطلع لبره، بصوا هنا جاية من تحت تمام. طيب فبالتالي دي هعمل لها بي بوزيشن برضو، لا دي مش هعمل لها بوزيشن، هعمل لها سكيل خلاص. طيب السكيل ده اولا هي هتبقى 0 عشان ما تبانش الا لما انا اقول لها تظهر، دول هيطلعوا كده خلاص. ودي هسجل خليها تبقى 100 بالشكل ده. طيب ماشي، بس وهي بتطلع في كاركتر تاني، يعني في كاركتر اللي هو الايه اللي قاعد ده، اللي هو ده هجيبه برضو هنا فوق ده كده خلاص، اللي هو ده اخليه برضو يمشي معاها، وهيبقى الانكور بتاعته تحت، بس هيجي هنا كده، هيجي هنا كده ماشي. طيب دوت برضو هيبقى سكيل 0 ماشي، وهنا نسجل لده، وبعد كده هيجي يبقى هنا كده. طيب ده دول كده عايز اعمل لهم كي فريم اسيستنس، بس عايز اعمل لهم ايزي ايز اوت، نشوف كده. بس طبعا هو ما ينفعش يبقوا مع بعض، يعني يعني ايه يعني، وفي واحدة لازم تسبق التانية، يعني مثلا اخلي الكنبة تظهر الاول كده، وبعد كده الايه كاركتر، انا كده خليت الكاركتر الاول. طيب نعكس،
هنقرب دول بقى. تمام كده يا شباب، زي ما احنا ايه شايفين الشكل ده. ماشي. طيب ده بالنسبة للسين سيتي. طبعا هيجي جنبها اللي هو الجزء الثاني اللي هي المفروض بقى سين رقم 9 دي. طيب اولا هنا بقى ممكن ما نستخدمش السين دي كلها بنفس المحتويات هكذا زي ما احنا حاطينها، لا انا ممكن اخد منها سين رقم 9 دي، نقفل ده، ممكن اخد منها بس الايه الاخ التاني ده، والايكونز دي هتتعمل برضو ده دوت. ممكن بقى نفتح رقم 8 دي بقى ممكن تبقى هي السين النهائية، وهنستخدم السين التانية هناخد بس منها الايكونز دي. طيب دي انا عايزة ازود الوقت بتاعها شوية، يعني اخلي الكومبوزيشن سيتنج هنا بدل ما هي 10 اخليها 20 مثلا، 20 ثانية. خلاص هنعمل دي كده. طبعا هنا كل اللايرز دي لازم احددها كلها سيلكت اول كده، واروح ايه سحبها لورا بالشكل ده عشان تبقى مستمرة معايا زي ما انتم شايفين. طيب دلوقتي هنجيب الاخ التاني اللي هو اللي احنا ايه وقفنا عنده ده دوت، اجيبه هنا خلاص، ودوت برضو المفروض يطلع فوق شوية. ماشي. طيب هجيبه هنا كده. طيب الانكر بتاعته برضو هتبقى تحت، وهيبقى نفس الحكاية، هركبه بقى ورا شوية كده يظهر بعد الأخ ده. ماشي برضو بسكيل سكيل كده، بعد كده يبقى بصفر خلاص. ودول او اخد اخر واحد هنا الكي فريم ده واقول له الكي فريم ده انا عايزه اخليه ايزي ايز اوت. ماشي كده كده بالشكل ده. طيب في ايه تاني؟ في بقى بيجي بعد كده الايه التلات ايكونز دي. طيب التلات ايكونز دي هنجيبها من هنا، ادي واحدة وادي التانية، التلاتة دول ناخدهم ونحطهم هنا في اي حتة مش هتفرق يعني خلاص. وهم واحنا عاملين عليهم سيلكت كده هم التلاتة، نسحبهم بس لورا شوية بحيث ان دول يطلعوا تمام، ودول هيبقوا كده بالشكل ده. طيب اولا هما فين بقى مكانهم؟ ننزل بس تحت اهي، دي هجيبها كده. طبعا دول لازم يختفوا يعني، ودي هجيبها بالشكل ده كده. طيب دي هتبقى الانكو بتاعتها تحت، ودي كذلك ودي كذلك. ماشي هنعمل لهم برضو البوزيشن زي ما انتوا ايه عارفين برضو بالسكيل خلاص. وبعد كده هنجيب برضو الباقي، هو خلاص ما فيش فيه حاجة كده يعتبر خلصناه. ماشي ده هنعمل نفس الحركة برضو، هدول هيختفوا والتانيين التاني ده هيظهر لوحده كده في النص، وهنظهر باقي الايه الايكونز بالشكل ده خلاص. وتبقى كده الورشة بتاعتنا انتهت بشكل نهائي خلاص بالمنظر ده كده. طبعا سين 9 احنا هناخد منها بقى الايه الايكونز دي، مش هنحطها هي بشكلها الكامل، 8 هي اللي هتبقى كاملة يعني لحد هنا كده تمام. 9 بقى انتوا هتاخدوا منها الايكونز دي ونكملها بشكلها الكامل. ده كده مشروعنا ككل شكله الفاينل النهائي خالص خلاص. يا رب ان شاء الله يكون قدرت اوصل لكم فعلا معلومة استفدتوا منها.
لو فعلا استفدتوا من الورشة دي استفادة كويسة، يا ريت نعمل شير عشان باقي الناس تستفاد، المهتمين بالفلات موشن او المهتمين بالنوعية دي من الديزاينر او الديزاينات او المهتمين بالفلات موشن بشكله الجميل ده، او الاسلام او الاسلوب الاسلامي يعني. تمام، ان شاء الله اشوفكم بقى في الورش تانية ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله تكون فعلا استفدتوا استفادة كاملة من الموضوع ده، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.